مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه جولة سأخذكم بها بإذن الله تعالى من داخل سوق الجمعة في مدينة طرابلس. هذا السوق الذي يعقد كل يوم الجمعة الذي فيه الخضروات وأيضا فيه ملابس وفيه أيضا يعني كل المقتنيات اليومية. ربما نأخذ لقاءات مع الناس لنسأل الناس عن هذا السوق وأيضا ما يحتوي هذا السوق من أشياء ربما وجودها من أشياء التي تخص المقتنيات العيد وكذلك أيضا من ملابس وأيضا من خضروات. الذي يقول الناس بأن هذا السوق يعتبر هو حل لبعض الناس متنفس بعض الناس خاصة أن أسعاره. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بارك حالك. باي طيب إن شاء الله. بارك الله. بارك بخير. الحمد لله. مقتنيات العيد يعني الباين قاعد تدور في باهي السوق. الحمد لله أسعاره حتى الأسعار متاع كخضرة وطماطم وبصل وواحد كل شيء قاعد يسوم هو الحمد لله. انت قايل انت فيك تشوف الماس يعني نشوف نساومه في الماس مقتنيات العيد يعني اخويا تسعيرتهم حتى هي باهيه لكن الساعي بس الساعي قاعد غاليه غاليه شوي قديش يوصل الضحيه؟ الضحيه بالنسبه للوطني قريب ب 1300 دينار 1300 غاليه معناه مين بيضحي وجايبين الاسباني ب 7.5 ستة ونص 750 يعني 650 650 600 لا يعتبر باهي سما كويس تمام. بالنسبه للسوق هذا يعني هل ممكن داير حل لبعض الناس انه ملابس رخيصه وما لا الحمد لله مداير حل للناس اللي فيه مداير له حل واللي فيه انا اسوي له هو اليوم بالنسبه للسوق راه فاضي شويه يعني شو السبب وجهه نظرك يعني؟ والله الناس سيوله وواحد وشيء معش هذيك تمام الحمد لله تمام. الاسواق الموسميه هل ممكن تكون حل للمواطن انه ربما يلقى خضره ارخص ربما يلقى ملابس ارخص ربما يلقى مقتنيات ارخص؟ في لا في هو بالنسبه للسوق هو ارخص من المحلات والمحلات الخضره اللي فيه يجي ياخذ هنا خضره رخيصه الحق لكن المحلات قاعده في منها غاليه وفي منها بالبطاقات وفي منها لكن الحمد لله. طيب ان شاء الله مشكور ان شاء الله شكرا ربما نشوف وناخذ لقاء مع السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سلام سالم محمد البكور. اهلا وسهلا بك سالم. يعني سالم يعني تحكي لنا على اسعار السوق يعني خاصه مقتنيات بتاع عيد الاضحى وقريب يعني العيد الاضحى مبارك يعني. هو كل شيء غالي تو كل شيء غالي سيوله ما فيش المصرف وسيوله ما فيش المصرف. الخضره باهيه خير من محلات الخضره والطاولات خير من المحلات ارخص المحلات الحمد لله قاعد الدنيا فيها خير وان شاء الله تمام. بالنسبه يعني شنو اكثر هل ممكن مواطن يعبع او يعني يرتكز على الاسواق الموسميه اللي هي متاع الاثنين والخميس متاع الجمعه او انه يعني يمشي المحلات يعني شنو تنصح؟ عندي السوق خير يعني سوق خير السوق ارخص ما تنقول المحل هذيك الحاجه ب 4 جنيه والسوق ب 2 جنيه وجنيه ونص الحمد لله خير من المحلات. ونبوا السيوله احنا بس المصارف بس فينا ما عندناش حق خروف تو الخروف الخروب ب 1200 دينار 600 قيمه بروك تروح فيه ديره بروك تروح بيه تو نشدوا على الترك ساعه تركي وخلاص ب 600 700 تركي ارخص شويه ارخص بشويه طيب ان شاء الله خير في هالدنيا ان شاء الله. طيب ان شاء الله مشكور ان شاء الله. السلام عليكم. بارك الله فيك. ربما نشوف. السلام عليكم. بارك الله فيك. نشوف. السلام عليكم. شنو اخبارك؟ الحمد لله كيف حالك؟ كويس 100 انت شنو شريت انت؟ انا في خضره. شريت خضره؟ ايه جي كل جمعه جي انت هنا؟ ايه. وخضره غاليه ولا رخيصه هنا؟ لا راكيز 100 مور طيبه ليبيا. انت من اي بلد انت؟ انا بنغلاديش. ايه طيب شكرا شكرا جزيلا. شكرا شكرا. السلام عليكم. بعد عندك ناخذ معك كلمه لو سمحت. شنو اخبارك؟ امور طيبه. خلونا نصوره ممكن لو سمحتوا. شنو اخبارك؟ بخير ان شاء الله حال صحتك الاسره طيبين. شنو اخذ؟ والله واخذين شويه خضره للحوش ان شاء الله. الاسعار الخضره اليوم يعني في السوق كيف شفت؟ لا معقوله اليوم الحمد لله. لا كويس وما بدنا نتاخذ من السوق نفس يعني كويس يعني جنيه ونص طماطم ها بطاطا على قديش؟ بطاطا حتى هي جنيه ونص يعني جنيه ونص ويجيب كل جمعه انت تجي للسوق يعني كل جمعه نجي. وبالنسبه للاسعار هل في زياده في الاسعار مع اقتراب موسم العيد الاضحى المبارك؟ حاجات زي الخضره الوحده الخضره هذه زي المعدنوس حاجات نتاع الاصبع هذه غاليه شويه زايده شويه اليوم على 75 كانت 50 قرش اليوم زادوها على 75. بلا تكلمني على الملابس يعني شنو سعر الملابس في السوق هنا؟ والله مناف ما سومتش ملابس لكن كلها على الخضره يعني خضره. طيب ان شاء الله مشكور شكرا لك. بارك الله فيك. السلام عليكم. هاي حاج وشاب لا رجع خبر طيب ان شاء الله. شخبارك؟ امورك بخير الحمد لله. طيب ان شاء الله جاي السوق تشتري اليوم او بتبيع اليوم؟ لا والله اشتري ان شاء الله. شنو شريت اليوم؟ والله خضره بطاطا وطماطم بصلوا لو سألنا الاسعار يعني شنو الاسعار؟ معقولة
شحال اليوم مش نازله الحج. وبالنسبه للحاجات نتاع المهمه في العيد يعني زي حاجه البصل وكذا توزيع الخضر الرقيق هذه غاليه الحج. غاليه شويه نص دينار وشبت دينار الباقي معقول يعني زي البصل والبطاطا والواحد معقوله. طيب ان شاء الله مشكور شكرا جزيلا السلام عليكم. ترى ناقص ولا شيء الطماطم اللي كان 50 قرش ب 3 جنيه و 4 جنيه تقريبا. كويس انت جي ديما للسوق الجمعه. السوق في جنب السوق. تمام الاسعار لو تشوفها هل في زياده في الاسعار تو ولا ما فيش زياده؟ يا ودي ها مرك مرك يا رب. صار الحسب الشيء اللي مطلوب اكثر. ايوه الحاجه المطلوبه تو الطماطم وين اللي كان بجنيه وكان ب 50 قرش تو اصبح ب 3 جنيه. لو تكلم على الاضحيه السنه هذه. الاضحيه السنه هذه ما تكلمش عليها بكره وجديات راه من 1200 ورقه حتى ل 2000 جنيه و 1600. بتشوف شو الحل اللي ممكن يدير المواطن هو مش يقدر ياخذ الاضحيه نتاع العيد. هو قالوا حاجه ما جابوش حاجه مدعومه ولا الاسباني هذا اللي يحكوا عليه ما ريناش قالوا عند التشاركيات ولا نباع من التشاركيات ولا جماعه البزنس هما. طيب ان شاء الله مشكور شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام الحين وصلنا داخل سوق الجمعه بمدينه طرابلس. هذا السوق الذي يؤخذ كل يوم جمعه ناخذ اراء الناس. السلام عليكم. السلام. شو اخبارك؟ بارك الله فيك. طيبه مع كلمه لو سمحت. شنو شريت؟ ها مخضرين ان شاء الله. مخضر. شنو الاسعار الخضره اليوم؟ شو رايك؟ مناسبه ان شاء الله مناسب. شنو اكثر شيء اخذت اليوم يعني خضره كامله؟ كامله ان شاء الله. تمام يعني المواطن يقدر ياخذ خضرته نتاع اسبوع كامل بدايه المتادي ولا مجرد نوى وجبه يومين ثلاثه؟ ما فيهاش مشكله لا حتى اسبوع تام. حتى اسبوع تام. نايم السوق ايه. ولو نتسلى المعدنوس بصل حاجات نتاع الاسبوع. في نقص شويه الواحد. ايه. وقديش سعره تقريبا؟ والله فيه ب 50 فيه بدينار. انا حسب السوق حسب الاسعار. طيب ان شاء الله انت طيب يرحم والديك. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام ما زلنا ندخل سوق الجمعه ربما نشوفه. السلام عليكم. السلام عليكم. باهي براحتك ان شاء الله داخل سوق الجمعه ربما نشوفه مشاهدينا الكرام. المستندات الاخرى اللي تباع في السوق من خضروات وايضا من ملابس حاولنا ناخذ اراء الناس في هذا السوق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. شكرا جزيلا. ربما نشوف ناخذ من اوكي بعض المواطنين ما يبوش يطلعوا. السلام عليكم. طيب ان شاء الله شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. يعني هذه جوله اخذناكم بها داخل سوق الجمعه بمدينه طرابلس حيث اخذنا اراء الناس واجواء الناس في هذا السوق الذي يقام كل يوم الجمعه. سوق الخضره وكذلك ايضا ملابس وبعض المقتنيات التي تخص العيد مع اقتراب عيد الاضحى المبارك. نلتقي بكم باذن الله تعالى في جوله اخرى في اسواق اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.